عفوا مشاهدينا كنعتذروا فالسيد قاص الكابل كنعتذروا على هذا الشيء اللي وقع. نعم شنو وقع الصباح اليوم؟ اليوم قلتي انه هجموا عليك تما كاين قد الاغراض ديالي جات امهم دخلت عليا بقات كتلوح لي في حويجاتي مع جوير 12 ونص الوحده بقات كتلوح لي بحوايجي شوي شوي انا رديتهم جات بنت بنتها شنقت عليا جات بنتها شنقت عليا بقاو يضربوا فيا انت فهمتي ماشي ما بغوني انا باش نطلب دابا كنطلب القانون ديالي الحق ديالي هذا الشيء هذا الا كان هذا الاعتداء هذا يدوز هباء المنثوره ما كاين حتى شي مشكل انا المهم كنطلب العداله تاخذ المجرى ديالها. واش كاين حكم ديال الافراغ من المحكمه؟ ما كاين لا حكم لا والو ها هي كون جاني شي انذار ولا شي اعلان كون راني خرج. هادو مرة كتقول لك قلنا لها غير صبر علينا نخرج على خاطر. ايوا حنا انا كنت قلت غنخرج وانما دابا هما بغوا يخرجوني ما تسناونيش انني غنخرج. وهي دابا انت الحويجات هما في الزنقه حنا غنباتوا هنا اليوم ان شاء الله في الزنقه. شنو رسالتك الان وشنو رسالتي؟ هو انه ياخذوا لي الناس الحق ديالي. هذا تاع الدور ما كاين حتى واحد اللي كاين. درت الشكايه ديالك عند المصالح درت الشكايه عند المصالح الامنيه ودرت الشكايه قبل منها بعد بان كانت دخلت هجمت عليا هنا حتى الداخل واستدعاوها وكل شيء راه باقي عندهم هو هذا الشيء هذا ويعاودت هذا الفيلم هذا. رساله واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما تابعت المباشر هذا كان تصريح ديال الزوج الستيني زوج السيده اللي شفناها مشات في سياره الاسعاف من بعد ما اغمي عليها من بعد ما تعصبات لانه الحوايج ديالها وفراشها وداك الشيء كامل وكما كيقول السيد انه هجوم تعرضوا ليه هذا الصباح هذا من طرف ثلاث نساء من بينهم صاحبه البيت اللي كطالبهم بالافراغ ديال البيت ديالها باش تكريه لشخص اخر وهذا السيد كيقول لك انه ما تابعتش مع المساطر يعني وما مشاتش معاه كما كيقول هو بالمعروف فهو قال لها اعطيني غير وقيت فين نقلب ونخرج لكن هي مزروبه على الكرا ديالها وهذا الشيء اللي كما كيقول خلى انها تهجم عليه هذا الصباح وتكرفص عليه وتضربوا الوجوه هذا دائما كتبقى التصريحات ديالو. للطرف الثاني حق الرد طبعا المكفول قانونا للاجابه وللرد على هذه الاتهامات الموجهه له. القضيه الان ما بين ايدي رجال الامن الوطني اللي كنتمناو تفاعل ايجابي مع النداءات ديال هذا السيد وكذلك احقاق الحق وترتيب الاثار القانونيه ديال هذا الشيء اللي واقع. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنا معكم من هنا من حي برج مولاي عمر قرب مقبره سيدي مسعود هذا هنا فين واقع هذا المشكل هذا. كنتمنى والله يدير الخير لهاد الناس هادو والله يشافي الزوجه كذلك اللي مشات الان في حاله مستعجله الى مستعجلات محمد الخامس هنا بالعاصمه الاسماعيليه. استودعكم الله والى اللقاء.